تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالاستمرار في الجهود لمتابعة استثمار استكشاف حقل خليج البحرين النفطي الأكبر في تاريخ المملكة بما فيه صالح الوطن والمواطن. تابع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدى ترأسه اجتماع اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي بحضور أصحاب السمو المعالي والسعادة أعضاء اللجنة آخر مستجدات العمل في الحقل، حيث وجه سموه إلى ضرورة الإسراع بوتيرة العمل ووضع الآليات اللازمة لدعوة واستقطاب الشركات العالمية للتعاون مع الشركات الوطنية للنفط والغاز. كما وجه سموه إلى أهمية وضع الأطر التي تضمن الاستثمار الأمثل لهذه الموارد النفطية التي قد تصل إلى 80 مليار برميل وتبلغ مرحلة إنتاجها إلى 5 سنوات ليعود بخيرها على المواطنين وخلق الفرص النوعية لهم، إذ من المتوقع أن يتم البدء بحفر أبار تجريبية إضافية في أكتوبر من هذا العام والانتهاء من الفترة التقييمية للآبار التجريبية في يونيو 2019 واختيار الشركاء في التطوير والإنتاج مع نهاية عام 2019. خلال الاجتماع في قصر الرفاع مساء اليوم ناقشت اللجنة الفرص الواعدة في هذا المجال وسير عمل الاستكشافات في حقل خليج البحرين لاستكمال جميع المعلومات والمسوحات الجيولوجية لتحديد الكميات القابلة للاستخراج. وأكد سموه أنه من المهم أن يتم التوظيف الأمثل للفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها حقل خليج البحرين على المستوى العالمي وتقييمها بشكل دقيق للاستفادة من المقومات الهائلة التي يشكل هذا الاستكشاف لتتواصل الخطى الواثقة لمسيرة التنمية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى بفصل جديد من النجاح والإنجاز.